أعلن مصدر أمني للحرة مقاضاة منتسبين لشرطة كركوك على خلفية مشاركتهم في استفتاء إقليم كردستان عام 2017. وفي ردة فعلها اتهمت قيادات كردية جهات لم تسمها بمحاولة استبدال ضباط كرد بآخرين من خلال فتح ملف استفتاء انفصال كردستان، ووصفت الخطوة بالدعاية الانتخابية المبكرة. 14 ضابطا و30 منتسبا من قيادة شرطة كركوك، غالبيتهم من الكرد، أحيلوا للمحكمة العسكرية التي يقع مقرها الشمالي في محافظة نينوى بسبب مشاركتهم في استفتاء انفصال إقليم كردستان عام 2017. سياسيون كرد أعربوا عن اعتقادهم أن هذا الملف انغلق في حينه، لكن ما حدث الآن يوضح أن التحقيق فيه ماض ويذهب باتجاه المحاكم العسكرية. الأمر الذي دفع، وبحسب مصدر أمني رفيع للحرة، رئيس الجمهورية برهام صالح إلى التدخل بشكل مباشر في محاولة لحله. الجهات المعنية ابتداء من وزارة الداخلية وقيادة الشرطة هنا في كركوك رفضت الإدلاء بأي معلومات لوسائل الإعلام، لكن الحرة حصلت على أسماء الضباط المحالين للمحاكم ورتبهم، وغالبيتهم برتبة نقيب فما فوق، ومنهم بمناصب حساسة بقيادة الشرطة. وهناك منتسبون وضباط من الدفاع المدني والنجدة والطوارئ. أحد الضباط المحالين للمحكمة أخبر الحرة أن التهمة كيدية، قائلا أنه لم يشارك أصلا في الاستفتاء. آخرون وصفوا التحقيق بأنه دعاية انتخابية. التوقيت الحالي يعني لا يخدم العراق والكركوكيين ومناطق متنازع عليها. نحن نرى أن هذا الدعاية انتخابية محضة، وتغيير يعني ضباط الكرد بآخرين، فلذلك هذا لا يخدم العراقيين ولا يخدم الكركوكيين في هذا التوقيت الحالي. وكشف ضابط من قيادة شرطة كركوك أن المادة القانونية التي سيحاكم بها هؤلاء الضباط والمنتسبون هي المادة 240 من قانون العقوبات العراقية، والتي يصل الحكم فيها إلى السجن لستة أشهر. عمر الهلالي، الحرة، كركوك.